أهلاً وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الصينية. كل يوم خمسة وعشرين دقيقة نتعلم فيهم حاجة جديدة. ومعاكم النهاردة ياسمين الدين في حلقة مختلفة خالص عن بقية الحلقات اللي فاتت. والنهاردة هنبدأ مع بعض في تعلم خطوات الكتاب. خطوات كتابه ايه خطوات كتابه الرموز ايه هي الرموز دي اللي هي كلمات موجوده في اللغه الصينيه اللي احنا كنا بندرس مقاطع صوتيه علشان نعرف نقراها الرموز اللي احنا بالنسبه لنا بنشوفها اول ما نشوفها نقول دي رسومات هنتعلم مع بعض واحده واحده ونشوف الخطوط ونعرف اساميها كويس قوي ونشوف الخط الواحد في اللغه الصينيه لما بيتكتب بيديني معنى ايه يلا بينا نبدا زي ما قلنا ان احنا في النهارده هنبدا مع بعض بتعلم خطوات كتابه الرموز اللي هي كلمات في اللغه الصينيه زي ما احنا عارفين ان اللغه الصينيه ما فيهاش احرف ولكن فيها رموز اللي هي بالنسبه لي بتادي لي الكلمه ومفروض انا هشوف الرمز واعرف انطقه او اعرف اقراه طب انا هعرف الكلام ده ازاي عن طريق ان انا بشوف الرمز وبحفظ النطق بتاعه طب النطق ده اللي هو ايه اللي احنا درسناه مع بعض خلال الاربعين حلقه اللي فاتوا نشوف دلوقتي كده مع بعض انا عندي ايه اول حاجه ان عندي خطوط رئيسيه هل هم بس ست خطوط لا هم كتير طب انا مطالب ان انا اعرفهم كلهم برضو لا انت مطالب انك تعرف حاجات اساسيه بس لان عن طريق الخطوات دي هقدر اكون كلمه موجوده في اللغه الصينيه يعني ايه خطوط كتابه اهم حاجه ان انا اول ما اشوف الخط اعرف اكتبه هنتعلم مع بعض واحدة واحدة ونشوف الكتابة بتتعمل ازاي، يعني الرموز في اللغة الصينية ازاي بتتكتب؟ الرموز اللي احنا زي ما احنا لسه قايلين أول ما بنشوفها بنفتكرها إن هي عبارة عن رسمة، ولكن هي عبارة عن شوية خطوط محطوطة جنب بعض، نبدأ مع بعض بالخطوط الرئيسية وأول خط رئيسي عندي اسمه خن، خن، الخن ده اللي هو الأفقي اللي هو بالعرض، أنا ببدأ الكتابة ازاي؟ أنا همسك القلم وهبدأ من الشمال لليمين. يبقى ماسكة إيدي على القلم إن انا بمسك القلم من الشمال لليمين بعد كده من فوق لتحت هل ينفع امسك القلم وأكتب من اليمين للشمال لأ طب ليه لا الكلام ده لأن الصيني اللي بيصحح الورقة أو الصيني اللي هيشوف منك الورقة هيعرف كويس اوي هل انت كاتب بالخطوات ولا لا نبدأ مع بعض الخط الأفقي وده خط رئيسي وأساسي جدا نعرفه كلمة خم 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 بمعنى الخط الأفقي زي ما واضح قدامنا دلوقتي كده إن الخط بيترسم من اليمين من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، يبقى أنا دلوقتي خدت خط رئيسي، تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف الخط الواحد يقدر يعمل لي كام رمز، أول كلمة إن أنا بنفس الخط هنحط القلم من الشمال لليمين وأشد القلم، بالتالي هيبقى عندي رمز اسمه إي إي. الخط اللي مرسوم قدامي دلوقتي على الشاشه وباين قدامكم هو ده رقم واحد في اللغه الصينيه، يبقى رقم واحد بكل سهوله اللي انا اتعلمته في كذا حلقه ان هو عباره عن ان انا بشد خط من الشمال لليمين، عملت خط افقي بالتالي كون رمز، يعني كلمه في اللغه الصينيه، يبقى اي اي بالرمز ده معناها رقم واحد في اللغه الصينيه، نشوف لو حطيت اتنين افقي فوق بعض ايه اللي هيحصل معايا؟ بكل بساطه هيديني معنى تاني خالص هبدا بان انا هعمل خط افقي فوق وانزل تحتيها اعمل خط افقي تاني خطين افقيين تحت بعض ده معناه ايه معناه ار 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 يعني ايه ار في اللغه الصينيه معناها رقم اتنين يبقى خط واحد افقي في اللغه الصينيه اي e بمعنى واحد خطين فوق بعض اللي يبقى ار بمعنى رقم اتنين نفس المنظر لو انا جيت حطيت ثلاث خطوط تحت بعض هيبقى ايه أول ما إحنا قلنا عندي خط أفقي اللي هو خن هعمل خط أفقي وتحتيه كمان خط أفقي وبعد كده خط أفقي تاني ولكن أطول شوية بالمنظر اللي قدامي ده هيبقى رقم تلاتة في اللغة الصينية وبتنطق سن سن سان. يبقى بكل بساطة مجرد معرفتي بخط كتابة واحد خط رئيسي في الكتابة قدرت إن أنا أكتب تلات رموز يعني ثلاث كلمات في اللغه الصينيه اللي هم اي عباره عن ان انا بحط القلم وبشد خط من الشمال لليمين بعد كده ار عباره عن انه رقم اتنين هعمل خطين افقيين تحت بعض واشد القلم من الشمال لليمين رقم ثلاثة اللي قدامي دلوقتي وهو سن يعني رقم ثلاثة بكل بساطة هعمل ثلاث خطوط افقيين تحت بعض وده دي معنى رقم ثلاثة وبكده شفت اول خط كتابة رئيسي اللي هو هن هن اللي هو الخط الافقي نشوف بعد كده مع بعض الخط العمودي وبيتنطق في اللغه الصينيه شو 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 الخط العمودي اللي هو بالطول بيترسم ازاي بيترسم من فوق لتحت ما ينفعش اشد الخط من تحت لفوق يبقى زي ما انا قلت خطوات الكتابه كالاتي من الشمال لليمين ومن فوق لتحت من الشمال لليمين ومن فوق لتحت نشوف دلوقتي عندي الخط اللي هو شو شو الخط العمودي دلوقتي انا هبتدي اركب الخط اللي انا اتعلمته في الاول اللي هو خان الخط الافقي واركب معاه الخط العمودي اللي هو شو واحطهم مع بعض واشوف يقدروا يكونوا لي رموز عامله ازاي ونعرف نطقهم ونبتدي نحفظهم ولكن حفظي للرموز دلوقتي ما ينفعش يبدا الا وانا بحفظ الرمز يبقى انا هبص على الرموز بتترسم ازاي وابتدي اقلدها واحده واحده وأحفظ الرمز بالنطق والنغمة بتاعته، نشوف دلوقتي الخط العمودي والأفقي مع بعض يقدروا يكونوني معاني كتيرة جدا، زي ما خدنا إي وأر وسن واحد واتنين وتلاتة، هناخد دلوقتي رقم عشرة وبيتنطق ش ش، طب يا ترى ش اللي هو رقم عشرة بيترسم إزاي أو بيتكتب إزاي؟ عبارة عن إن أنا بعمل خط أفقي اللي هو خن، وبعدين بعمل خط راسي اللي هو عمودي اللي هو شو يبقى اكن علامه البلس بعمل خط افقي وبعدين بنزل عليها بخط راسي يبقى خن شو خن شو وبكده اكون خدت رمز رابع عن طريق تعلمي لخطين اساسيين في الكتابه اللي هو العمودي والافقي نشوف بعد كده ممكن يكون لي ايه الخطين دول مع بعض نشوف دلوقتي عندي حاجه اسمها جان جان وجان ده فعل بمعنى يقوم بفعل شيء بمعنى يفعل جان كان نشوف دلوقتي بترسم ازاي انا هعمل خط افقي اللي هو هن هون وهنزل بعد كده بالخط الافقي التاني وبعد كده هنزل بخط راسي يبقى افقي افقي راسي هن هن شو هن شو زي ما هو موضح قدامي يبقى انا عندي الجان هكتبه ازاي عن طريق خطين اساسيين اللي هو الافقي والراسي المقطع اللي بعده او الكلمه اللي بعديها وهي تو 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 نشوف يعني ايه كلمه تو في اللغه الصينيه بمعنى التربه الارض اللي بيكون فيها رمله مش الارض العاديه اللي انا واقفه عليها دلوقتي ولكن هي اي حاجه فيها رمل او تربه يبقى تو في اللغه الصينيه يعني طرق بتترسم ازاي او بتتكتب ازاي؟ عن طريق حاجه بسيطه جدا ان انا هبدا بان انا هعمل الخط الافقي وبعدين هنزل بالخط الراسي وبعدين اقفل بالافقي تاني. طيب لو احنا بصينا دلوقتي هنلاقيه ان هو شبه الرمز اللي فات ولكن متشقلب. طب انا ليه عملت خطوه قبل التانيه؟ طالما الرمز عندي من تحت زي ما انا بشاور دلوقتي ليه حدود تكون دي اخر حاجه انا هرسمها في الرمز طب ده ليه عشان لما انزل بال شو بالخط العمودي اللي هو الرأسي ده ما يطلعش بره فبالتالي اي رمز نهايته ليها حدود هتكون دي اخر حاجه تترسم معايا او تتكتب معايا يبقى تاني كلمه هو اللي هي بمعنى تربه بتترسم ازاي او بتتكتب ازاي عن طريق واحد خان اللي هو افقي بعدين هنزل بواحد راسي اللي هو شو وبعد كده هعمل واحد خان تاني ولازم نخلي بالنا شكل الرمز هنلاقي حاجات خطوط أطول من التانية لازم أخلي بالي كويس قوي لأن الخط لو طول عن التاني أو اتشقلب الشكل هيبقى معنى تاني خالص يبقى الأفقي اللي فوق أقصر من الأفقي اللي تحت نشوف بعد كده الرمز اللي بعده أو الكلمة اللي بعديها وهي كلمة مهمة جدا إن أنا أعرفها كلمة شان شان ودرسناها مع بعض قبل كده وهي بمعنى فوق حاجة محطوطة فوق شن شن، هرسمها ازاي او هكتبها ازاي؟ بكل بساطة هبدأ بإن أنا هنزل بخط رأسي عمودي كده اللي هو شو، وبعدين عندي خط أفقي صغير خالص اللي هو خن خن، وفي النهاية هنتهي بإن أنا هقفل حدود الرمز بآخر خطوة معايا اللي هو واحد أفقي تاني خن، الرمز اللي بعده وهو جون جون وهو برضو كلمة مهمة جدا بتيجي في أي كلمة بتحمل معنى العمل كلمة جون جون متكونة برضو من خطين أساسيين اللي هو الأفقي والعمودي هبدأ الأول بإن أنا هعمل واحد أفقي وبعدين أنزل بواحد رأسي وأنتهي بحدود الرمز من النهاية بخط أفقي تاني قلنا ليه بننتهي في الآخر إن أنا هعمل الأفقي ده آخر حاجة طالما الرمز عندي ليه حدود في النهاية يعني الخط الرأسي ده اول ما هينزل هيلمس حاجه تحت لازم الحاجه اللي هتتلمس تحت دي تكون اخر حاجه بتترسم معايا الرمز اللي بعده وهو كلمه وان وان خدنا كلمه وان يعني ايه يعني ملك هتترسم ازاي او هتتكتب ازاي ان انا هعمل هن هون وبعدين هنزل بالشو بعدين واحد هون تاني نقولها دلوقتي بالعربي كلمه وان وان هتترسم ازاي واحد افقي هعمل تحتيها واحد افقي تاني بعد كده هنزل بالراسي وبعدين هنتهي بالافقي الاخير وزي ما قلنا طالما الرمز ليه حدود في الاخر او ليه حاجه نهايه هتقفل معايا هتكون دي اخر خطوه بكتبها هنشوف دلوقتي مع بعض تالت خط في خطوات الكتابه وهو اسمه بي بي ترجمته باللغه العربيه الخط اليساري المنحدر الخط الذي ينحدر الى اليسار يعني منحدر الى اليسار بيترسم من فوق وبعدين بشد القلم لتحت بس بزاويه شويه بي بي لما يبتدي اللي هو الخط منحدر الى اليسار يبتدي يتركب مع الخطوط التانية اللي خدناها هيكون لي رموز كتير جدا نشوف كده مع بعض اول حاجه كلمه تيان تيان يعني الالف الالف لما اجي ارسم تيان هرسمها ازاي عن طريق ان انا هرسم واحد بي يعني واحد منحدر لليسار وبعد كده هرسم واحد افقي تاني يعني واحد هون وبعد كده انزل بخط عمودي اللي هو شو وبكده اكون عرفت رمز كلمة تيان تيان يعني الالف الرمز اللي بعده وهو با با يعني ايه با باللغة الصينية يعني رقم ثمانية خدنا اي ار سان وش وعرفنا بيتكتبوا ازاي خدنا واحد واثنين وثلاثة وعشرة ناخد دلوقتي رقم ثمانية وهو بكل سهولة ان انا واحد بعمل واحد بي بيي يعني ايه؟ يعني واحد منحدر لليسار وبعد كده هعمل واحد اسمه نع نع يعني ايه؟ نع يعني منحدر الى اليمين وهناخده مع بعض دلوقتي يبقى عباره عن ان انا هعمل واحد بي منحدر لليسار ومن فوقه بشويه بس اهم حاجه ما يلمسوش بعض هعمل واحد نع منحدر الى اليمين وهنشوف دلوقتي نع بيترسم ازاي نكمل مع بعض ونشوف كلمة مهمة جدا وهي رن رن كلمة رن يعني شخص يبقى الرن يعني شخص هيتكونوا معايا ازاي عن طريق خطين اساسيين المنحدر لليسار والمنحدر لليمين عن طريق البي وعن طريق نع هيترسموا ازاي هعمل واحد بي منحدر لليسار طويل شوية وهاجي من النص اروح واخد واحد نع منحدر لليمين وبكده يكون عندي كلمة رن اللي هستخدمها كتير قوي قوي في الحلقات الجاية بعد كده عندي رمز مهم برضو وهو كلمة تيان تيان ومهم قوي أعرف بيتكتب إزاي لأن هنستخدمه كتير كلمة تيان بمعنى السماء أو بمعنى كلمة يوم هتبقى يوم عادي جدا اللي هو يوم الحد الاثنين والتلاتة بعد كده هنشوف بيترسم إزاي أول حاجة عندي إن أنا هعمل خط أفقي اللي هو خن خن وبعدين هعمل واحد تحتيه تاني خم اطول شويه وزي ما رسمت كلمه رن هبتدي ارسمها تاني يبقى عباره عن تيان بتترسم ان انا هعمل واحد خم افقي وتحتيه واحد خم افقي تاني هنزل بعد كده من فوق زي ما هو باين قدامي بواحد بيا واحد بيا منحدر لليسار وبعد كده من النص هاجي اعمل واحد نع منحدر لليمين الرمز اللي بعده وهو كلمة مهمة أوي كلمة تع تع يعني إيه تع؟ صفة وقلنا عليها كتير بمعنى كبير تع بتترسم إزاي أو بتتكتب إزاي؟ بكل سهولة إن أنا هشد خط واحد هشد خط أفقي خن خن وبعد كده هبدأ بإن أنا آجي من فوق وأشد خط بيا منحدر لليسار بعد كده هاجي في النص وأروح شد خط منحدر لليمين اسمه نع وكده يكون عندي كلمه جديده اسمها تع تع نيجي لكلمه مهمه قوي برضو هي كلمه مو مو شرحنا قبل كده كلمه مو يعني ايه يعني الشجره شجره في اللغه الصينيه القديمه ودلوقتي بنستخدمها على ان هو خشب يبقى كلمه مو بمعنى شجره او خشب بتترسم ازاي زي ما هنشوف دلوقتي هعمل واحد خم واحد افقي زي ما هو باين وبعد كده هنزل بواحد شو يبقى خن شو بعد الخن والشو بعد الافقي والراسي هنزل من النص بواحد بي بواحد منحدر لليسار وبعد كده هنزل من جنب بواحد منحدر لليمين بواحد نع هعمل واحد افقي خن وبعدين هنزل براسي شو وبعد كده من النص هعمل واحد بي واحد منحدر لليسار وبعد كده من الجنب هعمل واحد نع منحدر لليمين شايفين الرمز اللي احنا خدناه اللي هو مو مو يعني شجره او خشب كل اللي عليا لو اتقنته اقدر اكون كلمه جديده خالص وهي كلمه سن سن لو بصينا كده هنلاقي ان هو عباره عن ثلاث رموز مو يعني ثلاث اخشاب او ثلاث اشجار يبقى انا دلوقتي عندي كلمه سن عباره عن ان انا احط ثلاث رموز شجره او خشب جنب بعض اللي هو كلمه مو هحط ثلاث رموز مو جنب بعض يديني معنى تاني خالص اللي هو السن ولكن المعنى الدلالي ان هي حاجه تبع الغابات او الاشجار فبالتالي كلمة سن بمعنى الغابة هرسم ثلاث رموز مو ثلاث رموز خشب جنب بعض بالمنظر ده فبالتالي تديني معنى تاني خالص اللي هي بمعنى الغابة ناخد دلوقتي خط تاني خالص وهو اسمه جا 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 هو خط المنعطف طب انا ده برسمه ازاي اهم حاجة اعرف ان انا وانا برسمه هو بياخد لفة وانا برسمه والقلم ما بيتشالش وانا برسمه هنشوف دلوقتي ازاي عندي رمز اسمه مو رقم خمسة يبقى خدت اي ار سان وخدت با وخدت دلوقتي وو يعني رقم خمسة بيتكتب ازاي عن طريق ان انا هعمل واحد افقي واحد خن بعد كده هنزل بالواحد الرأسي اللي هو شو يبقى عندي خن شو هنبدا بعد كده ان انا هعمل واحد افقي كلمه منعطف بمعنى ان انا مش هشيل الالم ولكن هاخده وانزل يبقى خن جوا خن جوا واحد افقي وبعدين هنعطف افقي وبعدين هنعطف الالم اهم حاجه ما يتشلش من على الورقه يبقى عندي اول حاجه ان انا هعمل واحد خن وبعدين هنزل بالشوق بعد كده خن جوا واحد افقي منعطف وهنهي الرمز في النهايه طالما ليه حدود تكون دي اخر خطوه هعملها وانهي بواحد افقي الرمز اللي بعده وهو كلمه س س كلمه س يعني ايه بمعنى رقم أربعة خدنا خمسة ناخد دلوقتي رقم أربعة بيترسم ازاي او بيتكتب ازاي عن طريق ان انا هعمل واحد شو لو خدنا بالنا نلاقي ان الرمز شبه المربع شويه هنرسم واحد شو واحد راسي وبعدين هعمل واحد خنجر خنجر واحد افقي منعطف فكلمه افقي منعطف بمعنى ان الالم مش هيتشال من على الورقه بعد كده طالما الرمز ليه حدود ومقفول ولكن جوه فيه رسومات او فيه خطوط اهم حاجه ان انا انهي الخطوط اللي جوه الاول وبعدين ابقى اقفل الرمز زي ما هو باين معايا دلوقتي بعد ما انا رسمت الراسي بعد كده الافقي راسي هعمل واحد من جوه وبعد كده هعمل واحد شو خ شو جو. اللي هو رأسي منعطف، وبعد كده هنهي الرمز وواحد أفقي تاني خ، الرمز اللي بعده وهو كلمة كاو اللي هو الفم هنعمله ازاي؟ عن طريق إن هو يترسم زي المربع ولكن نخلي بالنا كويس قوي من إن خطواته بتكون مهمة، يعني أنا هعمل واحد شو واحد رأسي وبعد كده خنج واحد هيكون افقي منعطف افقي منعطف بعد الافقي المنعطف اخر خطوه عندي ان انا هقفل المربع ده هعمل واحد افقي في النهايه يبقى خن دلوقتي هنشوف رمز تاني خالص احنا خدناه ولكن الفرق بسيط جدا عندي خط اسمه النقطه بتتنطق باللغه الصينيه ديان ديان ده خط يعني دي خطوه لوحديها كلمه نقطه اللي انا هعمل فيه على هي عباره عن خط من خطوات الكتابه كلمه تح تحاي بمعنى جدا هنبص على شكل الرمز دلوقتي كده ونفتكر ان هو شكل رمز تع كبير الفرق البسيط بنفس الخطوات ان انا بعد ما هخلص الرمز بتاع تع هحط جواه من الجنب هنا كلمه دي اللي هي النقطه هحط نقطه يبقى الرمز اختلف تماما معايا يبقى عندي تع بنفس المنظر ولكن من غير النقطه هحط الضع وارسم جواها نقطة تبقى هنا بمعنى تاي بمعنى, بمعنى جدا فأنا لو عايز أقول كبير جدا ممكن أقول تاي وبعد كده أحط الرمز بتاع تاع الخط اللي اللي هو دي هنشوف بعد كده ممكن يكون لي رمز تاني ايه خدنا كلمة فوق اللي هي شن شن نشوف كلمة شع عكسها هي عبارة عن ان انا هعمل خم واحد افقي وبعد كده هعمل واحد رأسي اللي هو شو وبعد كده هنتهم ان انا من الجنب هعمل ديان عندنا دلوقتي رمز تاني خالص وهو كلمة لايو 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 كلمة لايو بمعنى رقم ستة يبقى خدت ارقام كتير النهاردة واحد اي ار اتنين سان تلاتة وخدت س اربعة وخدت بو خمسة وخدت با اللي هي تمانية وخدت ش اللي هي عشرة وعرفنا بيتكتبوا ازاي ناخد دلوقتي رقم ستة وهو ليو ليو بيترسم ازاي او بيتكتب معايا ازاي عن طريق ان انا هستخدم الخط دي اول حاجة انا هعمل دي نقطة وبعد كده هشد خط افقي اللي هو خم بعد كده هنتهي من تحته ان انا بعمل واحد بحياء منحدر لليسار وبعد كده هعمل واحد دي تاني نقطة تانية وهعملها بشكل صغير يبقى عبارة عن إن أنا بعمل نقطة خط أفقي واحد منحدر لليسار وبعد النقطة أهم حاجة إن أنا أقلد المنظر بالظبط ولكن أتبع الخطوات الرمز اللي بعده وهو خط جديد جدا اسمه جو جو جو, جو بمعنى الخطاف اللي بيكون في الصنارة جو فبالتالي بيترسم شبه الخطاف بالظبط زي ما هو باين قدامي كده بعد ما بعمل الشو بعد ما بعمل الخط الرأسي أو العمودي بعمل إيه؟ بطلع مجرد حاجه زي سنه كده لفوق ويبقى اسمها جو جو فبنقول عليها الخط المنحني هنشوف دلوقتي مع بعض اخر رمز هنشوفه وهنعرف بيتكتب ازاي وهو كلمه شياو شياو كلمه شياو في اللغه الصينيه بمعنى صغير ودي صفه وقلنا عليها كذا مره بمعنى صغير وعرفنا العكس بتاعها كبير اللي هي تع تع نشوف دلوقتي كلمه شياو هتتكتب ازاي بعد ما اتعلمت الخط المنحني اللي هو جو جو اول حاجة هعملها ان انا هبدأ بالخط الرأسي اللي هو شو وبعد كده مش هشيل القلم ولكن هطلع بيها طلعة خفيفة زي خطاف او زي الصنارة من تحت تبقى شو كو شو كو شو كو يعني رأسي منحن رأسي منحن وفي النهاية هعمل ايه من الجنبين هعمل واحد دياء نقطة ومن الناحية التانية برضو هعمل دياء نقطة تانية وبكده يكون عندي الرمز شاو اهم حاجه ان انا كل ما بشوف الرمز بيتكتب ازاي ابتدي اقلده مجرد تعودي من البدايه ومن اول ما ابدا بكتابه الرموز ان انا اتبع الخطوات الموضوع بالنسبه لي هيكون سهل جدا ومش هيكون فيه اي حاجه معقده ولكن لو انا استهونت بالموضوع وما اتبعتش الخطوات بشكل صحيح هبتدي اكتب بشكل غلط فبالتالي هتعود على الكتابه الغلط ومش هعرف اغيرها فهتعب شوية في البداية ولكن بعد كده هتحس ان الموضوع بسيط جدا وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا واشوفكم في الحلقة الجديدة ان شاء الله نعوما شو